بحث وفد رسمي من كوريا الجنوبية مع مسؤولين من كوريا الشمالية تطوير المجمع الصناعي المشترك الذي يجري العمل عليه في الجزء الشمالي من الحدود منذ عام 2004. وكشف كيم يونغ تاك رئيس الوفد الكوري الجنوبي أن القضايا التي سيتم مناقشتها تشمل السكن والمعابر الحدودية والاتصالات والتخليص الجمركي بين الكوريتين. ويأتي الاجتماع وسط تجدد التوتر في شبه الجزيرة المقسمة في أعقاب إطلاق كوريا الشمالية المدفعية باتجاه الحدود البحرية المتنازع عليها مع كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي.